شو كان لابس؟ حطة حمراء وجاكيت الأخضر. بنطلون ولا سروال؟ لا بنطلون. تتذكري شو كان لونه؟ أظن كاكي. خلاص يا سيدي. شوي يا عم علي، ما هو لولاك أنت كان وفرنا وقت وجهد كثير. ما هو يا بيك عاد، إحنا مالنا ومال هالشغلة هاي. يا أخت جميلة، الزلمة طويل؟ يعني وسط. يعني قريب من طولي عمو؟ لا أطول شوي. طول أبوكي؟ لا أقصر شوي. وقف الله يا عم علي، وقف لو سمحت. أها خير، لا تروح تحطوها بظهري. ليش أنت بينك وبين طالب السالم إشي؟ أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أبدا يا بيك، أبيش بيني وبينه غير كل سلام ومرحبا. أخت جميلة وقعي لي على فاتك هون. أيوة شكرا. يلا خلاص يا بيك نروح. بس باقي شغلة يا عم علي. خير إن شاء الله. ما بدي حدا يعرف بالإفادة اللي أعطتها بنتك حتى أقول لك. وإحنا وشو خصنا يا بيك، لا شفت ولا عرفت ولا سمعت. يلا يا بنيتي يلا، تأخرت عن مدرستك. لا ما تأخرت عن المدرسة، سيارتنا راح توصلك أنت وياها للشونة، بتنزلها هي عند مدرستها وبترجعك أنت لمزرعتك. كثر خيرك يا بيك، كثر خيرك، هذا اللي كان ناقص. يخلف عليك. يلا يا بنيتي مع السلامة. إذا في جريمة وفي فاعل يا مصطفى غنزة. بالأول عمال سلام الراشد. خبر سيدي. شوف، أقرب أوصاف للأوصاف اللي أعطتهم البنت. نعم. بس بدون ما نعطل الناس عن عملهم. ها على عيني سيدي. طالب السالم بده يشوفك. هاتوا صايل. نعم. روح طلع لي ابن الحجز. روح. حاضر سيدي.